حكم كان صدمه بالنسبه لنا، حكم راه كان صدمه، حكم جائر لا يستند. كنقولها وكنعاودها، ما كاين حتى شي اساس قانوني علاش استند. لحدود الساعه بغيت نعرف غير السيد علي الطرشي على اي اساس استند عليه باش صدر هذا الحكم. كل الاشياء كانت تصب نحو البراءه ديال الصحفي حميد المهداوي. النيابه العامه براسها لم تقدم اي دليل على سكل الاتهام ديال حميد المهداوي، حتى شي دليل بسيط ما كاينش. المرافعات ديال الدفاع كامله كانت كلها تتصب في البراءه ديال حميد المهداوي. حتى هو النيابه العامه لم يتقدم باي مرافعه. لماذا؟ وهل يعقل وهل يقبلها عقل بان السيد هو اللي مسطر المتابعه، السيد الوكيل العام هو اللي مسطر المتابعه وما لم يطرح عليه اي سؤال منين تقدم هو كمتهم امام هيئه القضاء، ومنين سادات المرافعات لم يقدم اي مرافعه. يعني هذا دليل يعني ما عندوش تهمه، ما عندوش باش يواجه الصحفي حميد المهداوي. كنا كنتمناو البراءه، ولكن للاسف الشديد ما عرفناش هذا الحكم علاش تبنى وعلى اي اساس قانوني. وتنتمناو انه في الاستئناف تم اعاده النظر، لان هذا الشيء لا يخدم لا حميد المهداوي ولا حريه التعبير ولا اللي كيقول لك حنا كنخدموا هذه البلاد ولا اللي كيقولوا حنا راه باغيين. هذا الحكم لا يخدم مصلحه احد. نتمنى انهم يديروا اعاده النظر في هذا الشيء، لانه يسيء لنا احنا كمغاربه ويسيء الشعب المغربي ويسيء ما نتحدث عنه عن الديمقراطيه وعن حريه التعبير. الوقفة ديال اليوم هي في إطار العمل اللي كنقوموا فيه داخل هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المتابعين. وقفة للتنديد بالحكم اللي كنعتبروه داخل هيئة التضامن حكم جائر وحكم يفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، لأننا كنا كمراقبين في خلال أطوار المحاكمة ديال حميد المهداوي لاحظنا بأنه المحاكمة كانت تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، محاكمة اللي تبنات أساسا على مكالمة هزلية اللي ما يمكنش لا العقل ولا المنطق ممكن أنهم يتيقوها. هذه الوقفة هي ضمن سلسلة من الأعمال النضالية اللي غادي نقوموا فيها هيئة التضامن، واللي غادي نتوجوها بالمشاركة في المسيرة ديال 8 يوليوز بالدار البيضاء، وأيضا بالمسيرة ديال 15 يوليوز اللي غادي تكون هنا بالرباط، واللي كلهم تيجيو المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبما فيهم صحفي حميد المهداوي وصحفي ربيع الأبلق. تنظن بأنه الدفاع على حرية الرأي والتعبير والدفاع على الصحافة المستقلة هو واجب كل حقوقيين وواجب كل مدافعين على حقوق الإنسان في المغرب، لأنه يستحيل الحديث على أي مشروع ديمقراطي في المغرب بدون الحديث على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير أساساً. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.